ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هبتدي اعمل سلسله حلقات عن الهدوم في اسطنبول، اللبس عموما سواء رجالي حريمي اطفالي، تمام. وبرضه الميك اب ان شاء الله هنبتدي ننزل مع بعض محلات وهوريكم البراندات اللي موجوده هنا واسعارها. بس يا رب بس يعني ايه، يعني ما تقارنوش الاسعار دي باسعار مصر، لان الاسعار دي غير. يعني انت مثلا هنا بتقبض 2000 جنيه، 2000 ليرة، في مصر بتقبض 2000 جنيه. بس بص، في مصر بتاخد بتعمل ايه بال2000 جنيه، بتشتري بيهم ايه؟ وال2000 ليرة هنا هتشوف انت بتشتري بيهم ايه. بس يعني عشان بس الناس ما تقعدش تعمل فرق العملة او تحسب فرق العملة والحاجات اللي زي كده. ان شاء الله برضو هنبتدي نتكلم عن الدراسة والسياحة وازاي تيجي اسطنبول او ازاي تيجي تركيا عموما، وهنعرفكم كمان على ناس ان شاء الله بتعمل اقامات هنا وممكن تجيبك كمان هنا. فيا رب تعجبكم سلسلة الفيديوهات ديت، ولو عجبتكم يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس، وشكرا. رايحين ديفاكتو، هنوريكم كل حاجة، كل اللبس اللي موجود تقريبا هناك. تقريبا هنعمل 3 حلقات هناك في ديفاكتو، يلا بينا. احنا دلوقتي في ديفاكتو.
my feelings on this shit higher. Do another line if I get tired. She a real bad bitch, call her Spitfire. When you wiggle all that shit, make me spit fire. When I didn't put these bitches on my fucking rider. Oh well, oh shit, I'm a fucking liar. I'm talking all this shit and I'ma get fire. I am not a fail on the next psycho. Ties go. I am already on the gas, running red lights though. Probably shouldn't do this every day, I know. Probably should be able to take a break, I know. Feel the wheel about such a break when the summer night comes. Down if you could, bro. 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 Down if you could. وزي ما انت شفت الاسعار كلها حلوه جدا. انا بتكلم على براند يعني ديفاكتو او ال سي واكيكي، يعني الحاجه الاموميه هنا اللي هي ب 100 ليره هنا هتلاقيها عندك ب 400 500 جنيه. فالديفاكتو سواء نزلت ديفاكتو في مصر، انا ما اعرفش في ديفاكتو في مصر ولا لا، او ال سي واكيكي في مصر هتلاقي. لسه طبعا لسه هنعمل حلقات عن ال سي واكيكي، ولسه هنعمل حلقات عن كوتون، ولسه في براندات تانية كتير، اديداس وزارة. فا يعني ان شاء الله في حلقات كتيره جايه ان شاء الله، وهنعمل حلقات عن الدراسه، وهنعمل حلقات عن السياحه في تركيا وازاي تيجي سواء الدراسه او السياحه والورق المطلوب. بص تقريبا كل حاجه ان شاء الله في الفيديوهات الجايه هنبتدي ان احنا نتكلم فيها. طبعا احنا يعني ما بنقولش مثلا هنا احسن من هنا او كده، لا لا خالص. بس هنا اسعار، يعني انا بالنسبه لي مثلا لو باخد 2000 ليره هنا مثلا بشتري ب 100 مثلا اللي هو الفستان، هناك مثلا بيبقى ب 500 الفستان. طبعا انا يعني مش بقول مثلا حد، مش بشجع حد على الهجره او كده، لا لا خالص. بس ده فرق، في يعني فرق رهيب، لان السوق هنا سوق كبير جدا جدا جدا. بالمناسبه القطن اللي بيستخدم هنا هو القطن المصري، لان انا كنت شغال في مصنع تبع القطن المصري يعني. فلو عجبك سلسله الفيديوهات دي يا ريت لايك وسبسكرايب وشير بقى ليك ولاصحابك، او شير ليك ولاصحابك تمام، وتفعل زر الجرس عشان نقدر نكمل ان شاء الله. واشوفكم دايما على خير، وانتظروني في البارت 2 من ديفاكتو.